السلام عليكم. أظن أنا صبر حسين من مدينة مسمان، قبيلة مسمان، رئيس الجمعية يفسم يسرحل للتنمية والثقافة الأمازيغية. اليوم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه على هذاك كيف سعت الإسبانية إلى توريد سرطان بالريف. هادشي اللي سرطان بالريف اللي ضربت الربيع بالغاز الخردل، هذا الغاز الخردل مازال كيعانيو واحد العدد ديال في الريف، واحد العدد اللي كيموتوا في الريف. انا بعدا اولا انا بنفسي مات الوليد، مات خويا، ومات الاخ اخر، والمراه فيها سرطان، جوج العمليات على الراس. وكاين الناس اللي كيعانوا في الريف، كيعانوا واحد المعاناه كبيره، لان علاش؟ واخا دارت في هاد الاواخر اللي دار الجميع في الاخر في وجده كاين ديال سرطان، وكاينه الحوسيمه صغيره، وكاينه في طنجه، وكاينه في الرباط، لان كانت في واحد الوقت الرباط هي اللي كتهز كل شيء، كانت عليها الضغط. وفوقاش شافوا الاطباء داروا الاحصاءات، لقاو واحد العدد النسبه كبيره 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 كتجي من منطقه الريف، ودابا كيعاني واحد العدد وماتوا واحد العدد. لان كنشوف انا اسبانيا تعترف بالاعتراف ديالها باللي ضربت هاد الناس بهاد الغاز السام، الغاز الخردل اللي كاين خطير وكيبقى خطير. حنا غندير الاعتراف ديالها بحال فرنسا اللي اعترفت، اعترفت في الدول الجزائر وزيد وزيد، لان دابا راه كاين واحد العدد الناس اللي كيعانيو مساكن وما لقاو ماشي غادي يمشي لوجده باش يمشي، وغادي يمشي لوجده خصو سكالير، خصو ليريم، خصو يدير الاخر يدير تحليلات، خصو مصاريف كبيره. هذا مصاريف كبيره باش منين الناس ديال الخارج كيعاونوهم. وانا كاين جمعيه، كاين جمعيه اللي في فرنسا مساكن واحد العدد الناس، ماشي غير فرنسا، هو كاين واحد العدد الناس اللي عندهم جمعيات كيديروا مع هذوك الناس اللي في الريف، كيعاونوهم شحال غادي يعاونوهم. وكاين بحال السي زروالي، ماشي زروالي، السي زروالي مسكين من مغاشت، ثلاثه مغاشت من الجهه ديال القصيطه البيضار، تا هما راه كاين الحموشي، كاين الاخر، كيدير واحد الجمعيه كيجمعوا شي بركه، وكل مره واحد جوج كيعانيو معاهم، كل مره واحد جوج كيعانيو معاهم، كل مره واحد جوج كيعانيو معاهم. شحال قدو يعاونوا هذا الشيء؟ اسبانيا علاش تضرب هاد الناس؟ لان خافت يموتوا العسكر ديالها، بزاف يموتوا العسكر ديالها. ولكن باش شوف انت، انا ما ضربنيش، انا بالنسبه جا الدار وبران، جا الدار وبران، دار وبران، لا ما يلقاوش، لان هذوك الناس وطنيين وكيحبوا الوطن وكيدافعوا على الوطن، ماشي كيدافعوا على الوطن لاجل بالزوله، لا، كيدافعوا على الوطن لاجل الكرامه. هذوك هما الناس كيدافعوا على الكرامه، كرامه ديال المغاربه كلشي، ماشي الكرامه ديالهم. ما كيبغيوش يدخل اسبانيا ولا يدخل باش يفسدوا في ولادهم ولا يفسدوا، ما كيرضاوش كيهزوا، لان 36000 في الوان شحال كان المجاهدين الاحرار
المجاهدين احرام خصنا ما نذكروش الاسماء ديالهم في التاريخ، ولكن كانوا مجاهدين من محمد امزيان. محمد امزيان مات في 1912، الدو اسبانيوليين هزوه من سيدي ادريس الدو دفنوه، داو دفنوه في الاخر داو المليليه وداروا في الكنيسه كيشوفوه بحال عمر المختار اللي داروا. كمل الفيلم ديالو، كمل المسائل ديالو هو جا عبد الكريم الخطابي. نهار اللي ما جا عبد الكريم الخطابي حتى هو ناظر مناظر، بقى كيناظر لان فوقاش جا عبد الكريم الخطابي كانوا المناظرين تما، كانوا الناس اقوياء، وكمل حتى هو النضال. راه 36,000 شحال بقى منهم؟ شحال بقى منهم؟ اللي بقى بقى في اعاروي. من اعاروي تسمى علاش كيقولوا العهد اعاروي؟ العهد اعاروي لان فوقاش داروا مع العهد كانوا المجاهدين في يوم الحرب، هما كانوا داروا معاهم واحد الاتفاق يدوزوا على سلوان، سلوان الازرغان يدوزوا مليليه، ولكن من هذيك الحراره المجاهدين هذيك الواد سلوان وقع جرى بالدم، لان الخطا اللي ما هبطوش مليليه لان كان خافوا غادي يديروا تحالو، وما كان داروا تحالو لان بيرو نو كومي بيرو، اش كتفهمني؟ وما كان داروا تحالو. هذا تاريخ، وهو هاد فرنسا هاد اسبانيا خصك تعرف باللي الريف ضرباتو بالغاز الخردر، بالغاز السامة، إلا لأن ألف هي فوقاش ضربت في 1921 حتى 25، كان الناس كيموتوا بحال عاودين الوليد، لأن الجوع كوماصا من 35 حتى 44 حتى الخمسينات في الضا، لأن كانوا كيسرحوهم كيجيو كيموتوا واحد العدد مساكن بالنهار كيتسرحوا، بالليل في الصباح كيدفنوا 50-60 واحد. هذا دول أماكن الأمم المتحدة وفين الاتحاد الأوروبي وفين هاد الصوت، غير هما كيدافعوا. راه هاد الناس هادو اش من الدرب ديالهم؟ اش من الدرب ديالهم هادو؟ ضربهم أنت وجيتي عند الأرض ديالي معلوم نحاربك نقتلك، ومازال دابا جي عندي باش تهجم عليا، أنا ما نهجمش عليك، وما تجي تعيش معايا ونعيش معاك ماشي مشكل، لأن حنا المعيشة تعيش معانا ونعيش معاك، راه هادي حق الاسلام ولا الانجيل ولا المسيح ولا اي حاجه، راه حنا بحال بحال، ولكن باش جمتي عليا على الارض ديالي وضربني بالغاز الخيضر ولا غاز السامه ولا ما يمكنش. سك هاد الشيء، انا حنا عندنا فيديوهات وعندنا الناس اللي ماتوا عندنا الوراق ديالهم وعندنا، لان اش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا كنطلبوا كجمعية إفاس نزرعن، ومازال غادي نكونوا جمعية الأولاد الضحايا، ومازال حنا ماشي لا بغينا حنا، أنا اللي أنا كرئيس الجمعية كنشوف كنعاني غير هنا في العريش، غير في العريش كنعاني في هذا الشيء ديال الكورونا، عندي الملفات اللي دينا في الأمبيلانس لا يعد له، تما شت أنا بكيت كنشوف واحد العدد الناس اللي مساكن ما عندهمش وفيهم سرطان، دابا كيعانيوا، دابا راه واحد ماشي غير واحد ولا جوج مات غير بودينار هذا العام، ماتوا تما شي 20 ولا 30 دابا غير بودينار الاقليم ديال الريف، كل مره واحد العدد الناس كتعاني دابا كتعاني. هذاك النهار واحد المره كان بغيت مسكينه غتدبر علي، عيطوا عليا قال لي غادي نديوها الرباط، وخش باش ماتت مسات مسكينه وخلات ولادها، ماشي هو واحد مشات الرباط، ماشي بزاف اللي كاين هاد المسائل، وعلاش زعما هاد الشيء؟ هاد اسبانيا هادي تعترف باللي دارت باش ضربت. ونعاود لك واحد السيد كان كبير، عاود ليا مسكين قال لي النهار الاول كان اش كان فين كتضرب الاسواق، فين كان شي اجتماع، فين كان شي تجمع صغير، في هذيك الوقت كيديروا ما عرفوا لا تجمع ولا، كتضربهم تما وكتضربهم بواحد ماركه القنابل كدير الدخان شحال من واحد عمى خد عينو العدد كذا، هذا راه منكر اصاحبي، ومازال كتخرج عينيها راه حشومه. انا كنهضر على هاد الناس اللي عشت معاهم وباقي كنعيش معاهم وباقي كندير معاهم،
الشيء ديال السرطان خص كيفاش لا الا غادي ندخلوا مثلا مشينا للوجده ومشينا للرباط ومشينا لطنجة باش نمشي ندير تقالير باش ندير كونسير باش نشري الدواء. انا الدواء كان كنشري للمراه ب 7000 درهم خمسة حبات وكدير كندير لي ريم 450 فرانك 4000 درهم 5000 درهم هنا غادي نجيب انا زيت شنو الكلمه ديال الاخيره خص يشوفوا هذا الشيء. كاينين الناس مسؤولين كبار اللي غادي يشوفوا في هذا الشيء. المنطقه الريف كتعاني بهذا الشيء ديال السرطان وكتعاني واحد العاني كبيره. راه ماشي انا كرئيس الجمعيه كنعيش مع هاد الناس اللي كاين في الريف. كنعيش واحد العدد ديال الناس الشمال كامل ولكن الريف كثر. الناس كيموتوا بزاف. وحتى هنا في العريش انا قلت لك شت كورونا هذاك الشيء ديال شت واحد نسبه كبيره. انا هذا الشيء اللي كنطالبوا حنا نشوفوا واسبانيا تعترف بالاعتراف ديالها تقول حنا ضربنا وتعترف الاعتراف رسمي لان احنا مضرين. هذا هو اللي كنقول لكم وشكرا والسلام عليكم واشكركم بزاف. كنشكر السي نعمان وكنشكر شيف تي في وكنشكر الناس وكنشكر الناس ديال اوروبا اللي كيديروا الخير في هاد الناس واللي كيوقفوا مع هاد الناس. وكنشكر محمد السادس اللي كيدير الخطوه الله ينصرو. وكنشكر الناس الله يرجع لهم الطريق يخدموا هاد البلاد ويخدموا هاد الوطن. هذا هو وكنشكر الناس المغاربه من طنجه الى القويره. وكنشكر العرايش بعد العرايش لان كلنا عايشين هنا في العرايش. كنقولوا راه راتشي وندافعوا على العرايش وما نخليوش الناس اللي غادي المخربين في العرايش يديروا اللي بغاو. حنا نوضوا كشباب وكالناس الشرفاء. هذا هو اللي غادي نقول لكم. السلام عليكم. ها؟